في الحملة المحلية ديال التبرع بالدم اللي جات تحت شعار جدد قطرات دمك جدد حياتك. هذه هي الدورة الثانية اللي كتقوم بها الجمعية الكشفية الحسنية في هذه السنة هذه، خصوصا وإحنا كنعرفوا على أن البلاد محتاجة شيء الكثير في هذا المجال، ومحتاجة الدماء ديالنا نتبرعوا بها خصوصا في ظل الوباء ومجموعة ديال الإكراهات الصحية. هذه الدورة هذه أو هذا النشاط جاء هو بدعم من المجلس الجامعي لمدينة القصر الكبير، طبعا مشاركة مع مجموعة من الفعاليات على رأسهم المؤسسة ديال الدولة وزارة الصحة، جمعية أمل لمرحلة محاربة السرطان، كذلك المركز الوطني للتحقن وما بحد دم، وجمعية الإحياء للتبرع بالعرائش. الحمد لله الحملة ككل مرة كدوز مزيان وفي أحسن الظروف، كنراعي جميع الاحترازات الوقائية الخاصة بمواجهة كوفيد 19، لا من تعقيم ولا من تباعد. وبغيت من هذا المنبر هذا بغيت نشكر جميع الأطر وجميع المؤطرات ديال الكشفية الحسنية والأطر الطبية اللي كتجي من مدينة الرباط وكتسهر على هذه العملية هذه. شكرا، ودائما كنوجه دعوة لساكنة مدينة القصر الكبير على أنهم يلتحقوا بدار الشباب 3 مارس من أجل تقديم هذه الخدمة التطوعية. وشكرا. على حسب نتبرع بالدم، الحملة الثامنة اللي كتنظم الكشفية. صراحة الكشفية قايمة بالواجب ديالها، يعني دايرة جميع الاحتياطات على حسب كوفيد كورونا فيروس كورونا. اليوم في جمعية أمل لمحاربة السرطان وبشراكة مع الكشفية الحسنية وبدعم من المجلس البلدي في إطار حملة للتبرع بالدم. هذه الحملة اللي كنعتبروها عمل إنساني تطوعي أكثر منها تبرع أو إعطاء للدم، نظرا للخصائص المهوية اللي كيعرفوا بنك الدم على المستوى الوطني. في هذا الإطار كنتمنى من الله باش يكون واحد الإقبال كبير على هذه الحملة، ونقدروا نوصلوا للهدف اللي تسترت من أجله هذا النشاط. والحمد لله لحد الان راه وصلنا الواحد النسبه اللي لا باس بها، ما نقولش مزيانه ولكن لا باس بها. ونتمنوا مع الله الغدا ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي تكون اخر يوم في الحمله نوصلوا لواحد المستوى حسن باش نقدروا نوصلوا للمبتغى اللي تسطر من اجله هذا النشاط. والسلام عليكم ورحمه الله. حاجه كنبغي نشكر الكشفيه الحسنيه المغربيه فرع القصر الكبير على هذه المبادره، لانها مبادره جميله كنقدروا من خلالها نعاونوا بزاف ديال الناس اللي محتاجين للدم ديالنا، وكنعاونوا حتى الجسم ديالنا حيت كاينه بزاف الفوائد اللي كتنتج على التبرع بالدم، منها كيتجدد لك الدم ديالك وكتجدد لك الطاقه ديالك. وكنشكرهم ايضا على الاحترازات اللي دايرين حيث كاين التباعد كاين التعقيم. Thank you.